هل يمكن لشخص غير عامل على سفينة السفر عبر بواخر الشحن؟ ولك جزيل الشكر. العفو، من حيث المبدأ والقانون طبعا يقدر يسافر، وما في أي مشكلة في سفر أي شخص في الباخرة كراكب، قانونيا ما في أي مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة يا هل ترى في عدد الغرف كافية لهالمسافر؟ في غرفة كيف؟ في غرفة إنه يطلع فيها هذا المسافر؟ أيضا الأهم إنه في زورق النجاة في مكان في الحالات الطوارئ، انه هذا الشخص عنده مكان اذا بدنا نتخلى عن سفينه نسوي ابوندون شيب، يا هل ترى هذا الشخص عنده مكان في زورق النجاه؟ على سبيل المثال اذا كان الباخره بتشيل 25 واحد وزورق النجاه بتشيل 25 فما بتقدر تطلع هيك، ولكن اذا كان زورق النجاة بيشيل 25 وانا اعضاء الطاقم 23، فبيكون عندك تقدر طالع شخص او شخصين معك في الباخره ما في مشكله كركاب، وبيسجلوا في قائمه اسمها قائمه الركاب، بتسجل فيها كل المعلومات، جواز سفره ومن وين طلع، من اي ميناء هو طلع. فهي لانه هي من ضمن الاوراق، لانه بس نصل على اي ميناء فانت عندك مجموعه اوراق منها قائمه الطاقم وجنسياتهم، معلومات كل معلومات الطاقم، بالإضافة إلى إيش معك، أسلحة معك، مواد خطيرة معك، مواد مخدرة، يعني كل شيء، كل الطاقم إيش معه، مع في قد في مصاري، يعني كل هاي أشياء، كل هذه الأوراق من ضمنها في ورقة. يا هل ترى معكم الركاب ولا لا؟ طبعا أنت إذا كان معك راكب تقول إنه معي راكب، تسجل كل المعلومات، لأنه أول ما بتصل الباخرة على أي ميناء بيجوا الإميجريشن الشرطة بيعملوا تشيك للاوراق، انت بتقول انه معي راكب، هذا الراكب موجود في الباخره، هن بيقولوا انه عنده الحق ينزل ولا ما عنده الحق ما ينزل. طبعا هذول الشرطه ايضا عندهم يقولوا اي واحد من اعضاء الطاقم عنده حق بينزل وعنده حق ما بينزل، لانه هن اللي بيقرروا انه مين ينزل ومين ما بينزل من الباخره، فبيقدر بيسافر ما في اي مشكله. يعني صراحة انه الشرطة هي اللي بتخلي حدا ينزل وحدا ما بينزل. رحنا على المغرب كل اعضاء الطاقم نزلوا الا انا ما نزلت، كنا نروح على الناقدور ناخذ الغاز فكلهم كانوا ينزلوا، الوحيد اللي باكت انزل انا. تحياتي للجميع.